انا هو اللي كنوقع لي داك الاكسيدون ترافاي في مدينه السعيديه. اليوم اجيت على حساب ديك 45 يوم اللي كملتها ديال الاخر، فاش رجعت دابا لاكلينيك تفاجات قال لي راك عطاني شهاده الشفاء، بالله راني بريت. انا مازال ما بريت، يعني بقيت انايا كنشوف كيفاش بريت. مشيت عند الخبير قلت له تي واش نعطي له هذه، قال لي انا غادي ندفعها للاسورونس. ما قريتهاش يعني، ما قرا يعني قريت سمعت تقراها. قال لي عندك هنا 4%، بالله راك بريت واش عطيتها للباترون؟ قلت له ودي انا راه مازال ما بريت. قال لي يمكن لك ما تدفعها. جيت دابا انا كنت كنشوف حيت انا مازال ما باريش، حيت الصباع ديالي راه باقي عيان يعني. وعطيني شهاده الشفاء كيقول لي بالله راك بريت. قلت لي راه مازال ما بريش. قال لي انا بالنسبه لي راك بريت، واليد ديالي انايا باقيه كتوجعني، واش انا غادي نسمح في حقي نبقى انا هكا مظلوم؟ يعني ما عنديش انا كي غادي ندير. يعني انا هذا الشيء السيد غادي نتابعه، انا راني متابعك انا حقي ما غاديش نسمح فيه. انا فاش كنت دابا غادي نزيد نكمل نوضح على كلش، حيت ديجا هو مصوني عليا بالبريفي، مصوني عليا الجرو ديالو، كيقول لي واش تكفيك 3 المليون؟ شو ما قاد دير فيا هكا؟ خص هو باش يعرف بلي انا الفلوس انا غير مسلف على الوالده باش طالع انا لهنايا، فهمتني؟ باش انا غادي يسالي هادشي بشهاده الشفاء، يعني بالله راني بريت وتسالي هادشي، هذا راه مازال ما بريتش انايا، هادشي اللي كاين. ودابا انا المشكله هاد الشهاده اللي عطاني، بالله راني بريت، انا باقي ما بريش، الصبع ديالي مازال ما باريش، ها هو ما شافو هو مازال ما بريش. ودخلت فاش دخلت تما كاين، جلست تما كاين في ديك البيت هذيك، قال لي عطيني لاكارت ناسيونال، عطيت له لاكارت ناسيونال، عطيت له الراميط، خليت له الراميط تما كاين، وبقيت كنتسنى باش يجي. فاش سولت البنت قالت لي راه خلاها لك تما كاين ومشى بحالاتو، وانا مازال ما بريش. تفاجات انا واش ما فاهمش انا هاد الدكتور هذا واش ما شايفش وشنو راه واقع لي ولا ما عرفش. باب الانسانيه يحس بك. قال لي انا واخا يتقص لك الصبع ندير لك سيرتيفيكا فيها 35 يوم، ما نديرلكش انا 45 يوم. واش بنادم كيتلعب بالصحه ديال البنادم؟ راه هذا الصبع، حيت انا كنخدموا على لاباتيسري غير باليدين، ما كنخدموش بشي حاجه اخرى. الصبع ديالي انا باقي مازال ما براش. علاش الانسان يفكر لك في هاد الحوايج؟ ما يفكرش في مصلحته، يفكر في مصلحه المواطنين. حيت هاد الشباب اللي راه طالع ما خصوش يتدمر، خصو اصلا خص يلقاو اللي يعاونوا. كان ما كانش هاد القناه ديال شوف تي في اللي كتعاون بعدا كاين شويه، وكان وتحياتي لهاد القناه هادي وكنشكرها بزاف. واش غادي نقول لك؟ يعني لي باترون ما يبقاوش يديروا بحال هكا، اللي الدراري اللي في اي بلاصه يوقفوا معاهم. مشي انت عند الديرني صافي، درت لي لاسورونس، وداك لاسورونس اللي داروا لي كلشي مطرا عندي ادله باش كنهضر انايا، فهمت كيفاش؟ يعني داروا لي صافي كتقول لي منك لاسورونس اعطيني انا باش ناكل، صافي لاسورونس 45 يوم هي غادي تخلص لك انا نتسنى 45 يوم، والله راني غادي عاد اليوم نمشي عند لاسورونس نشوف هاد 45 يوم غادي نشوفها. ما ديرليش بحال هكا يعني. وكان كنت بالانسانيه ودير لي نتايا 10 كما قلت لكم في الفيديو الاول، داكشي اللي صرحت به وباقي عندي ادي الاخرين جبتهم. اخر كلمه هادشي اللي كان بغيت انايا، بغيت ناخذ حقي من يد الدوله. الدوله انا بغيت حقي تاخذ من يد الدوله. هاد السيد هذا اللي راه باقي كيدير في هادشي هذا، كلش كيتجر في الدراري، حيت كاين منهم واحد العدد. كنهضر انا دابا على راسي، انايا حقي انا راه ما غاديش نسمح فيه، حقي انا ما غاديش نسمح فيه.